نعم حسين آخر متصل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيبي. كان في النهروان واشتغل معاه مطابق. بلي. واطلع الساعة 2:30 بالليل. بلي. السحر واطلع بس هناك الليل اتعب ودخان وتراب بلي. بلي. فجاي تبقى على صيامك لا جاي تفطر يا حسين؟ لا لا ابقى على صيامي. الله يعطيك العافيه يا ابو علاوي حبيبي. الله يعطيك العافيه. انا راح ابين لك المساله حبيبي ولا تاذي نفسك، راح ابين لك القضيه. واضح حبيبي؟ واضح. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. حسين هو في معمل طابوق يشتغل حبيب قلبي، والله يحفظه ان شاء الله تعالى وينصره ويرزقه ويوسع عليه في رزقه. ولد شاب حباب مؤدب متدين يشتغل في معمل طابوق في النهروان، يقول غبار وتراب وحار وكذا، وأنا صايم والصبح أطلع بـ6:30، فشنو اللي أسوي سيد؟ حبيب قلبي إذا تقدر تتواصل، يعني أنت تقول سيدنا أنا أقدر أتواصل بس جدا أتأذى جدا أتأذى. لا لا تأذي نفسك ابني، لا تأذي نفسك. انت من تشتغل شفت نفسك كلش عطشت، روح اشرب شوية مي، اشرب شوية مي. اذا شفت نفسك كلش عطشت راح تتأذى، اشرب شوية مي، تاكل لك مثلا تمرة تمرتين او كذا او لقمة، وتبقى ممسك، تبقى ممسك يعني بعد لا تاكل ولا تشرب، وتشتغل تشتغل الى ان يصير عندك حالة اعياء، يعني حالة كلش تعب وارهاق، ايضا اشرب لك شربة اخرى، وهكذا اقضي نهارك بمن؟ بشربة وأكلة اضطرارية، بشربة وأكلة اضطرارية حتى يخلص النهار. بس هذا اليوم لازم تقضيه ولدي، هذا اليوم لازم تقضيه، ما محسوب لك صوم، ولكن انت افطرت بعذر شرعي، مو افطرت بدون عذر شرعي. والعذر وهو شنو؟ وهو الحاجة والاضطرار. أنا أرجع إلى حسين، يعني حازم يعني الله يحفظه دخل علي وشوش علي. حسين حبيبي أنت في هالشغل والصعوبة هذه وجات تصوم وتبقى على صيامك، وإن كان الجو جيد الحمد لله أفضل من السنين الماضية، ولكن أنت على حال يعني قدوة، قدوة لكل الشباب العاملين، قدوة لكل العمال، قدوة لكل الطلبة اللي الآن بحجة دراسة وحجة دوام وحجة كذا، أنت قدوة لهم وحجة عليهم يوم القيامة بلا أشكال. سيؤتى بأولئك الذين لا يصومون بدون عذر، قاعد جو المكيف وكذا وبدون عذر، والله أنا أشرب جقارة، والله أنا كذا، سيؤتى بهم يوم القيامة ويقال لهم لماذا لم تصوموا؟ يقول يا رب كان حارة، يا رب كان كذا، فيؤتى بك. يقول هذا حسين كان يصوم وهو في معمل طابوق في العراق بالمشاكل والأزمات، هذا حجة الله عليكم يوم القيامة. هنيئا لك يا حسين، هنيئا لأهلك، هنيئا لأولادك، المال الحرام واللقمة عفوا المال الحلال واللقمة الحلال التي تأخذها إلى أهلك، هنيئا لك وأعزك الله. ولا تنساني، إيه لا تنساني من الدعاء، الله يوفقك إن شاء الله. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدة دار الصلاة هي يعني شو وقت يعني هم بيتسلم مش وقت تسلم أول سؤال. صلاة اللي... إيه وقتها إيه بعد سؤال ثاني. سؤال ثاني سيد أنا ما نحن طبيب يعني مش أصلي على يعني عند انزلاق قد أعرف بس مرات أحس أروح زينة أصلي صلاة هاي ما تلي أيام أصليها يعني ماني واقفة. بس القضاء مثل ما الايام ما تزيد اصليها على الرحله عند جون. حياك الله حياك الله بارك الله فيك. ام احمد تقول صلاه الليل، حجيه صلاه الليل من اسمها معروفه صلاه الليل يعني في الليل، ولكن بعد منتصف الليل هو الوقت المناسب لها. تقدرين تصليها قبل؟ نعم تقدرين، تقدرين تصليها قبل نصف الليل، واضح، ووقتها الى طلوع الفجر، الى طلوع الفجر. تقول الطبيب مانعني من الصلاة، على أي حال كما ذكرت للأخت الكريمة الأخت أم علي أن تقدرين تصلين على الكرسي، ولكن بحسب الإمكانية
توقفين تكبرين تكبيرة إحرام، صلين تقرين الحمد والسورة وتركعين بالممكن، تركعين بالممكن يعني ولو شوية على حال تنحنين وسمع الله لمن حمده وتقعدين على الكرسي وتصلين. لا أنه نعم صلوات اللي تقدرين تصليها وتشوفين معافاة تصليها بقيام وقعود وركوع وسجود على الأرض، وإذا شوفي نفسك كلش تعبانة أصلي صلوات المستحبة على الكرسي، المستحبة صلي على الكرسي ما في إشكال.